الشريط اهو جوه. خلاص هتدوسي على زرار الباور هنا والتلفزيون اهو. خلاص يا اختي بعدين تدوسي بلاي. دوسي على زرار البلاي ده اشتغل اهو. ممكن اوكي اللي احنا عارفين يا اختي. اسمعي اللي بقول لك عليه علشان امك لسه جايبه الفيديو الجديد لحسن يبوظ. انا بقول لك اهو. يلا يا سنيح انا جاهزه. يلا يا اختي. يلا يا زوزو هنتاخر انا لسه بقى على بقول لك يا دعاء اوعي تفتحي الباب لحد وما تفتحيش البوتاجاز. يا ماما احنا بقينا كلنا وعايزاكوا تقعدوا هنا كده على الكنبه ما تتحركوش. اتفرجوا على الفيديو ولا لا؟ يلا ركز ده وعيني. يلا ماشي. يلا والله انا شايفه ان مكان ليه لازمه الكوافير ده خالص. والله ما كان ليه. اعمل شعري لون ايه؟ بصي بيتشقوا ازاي؟ قمر عليك يا سيدي. قمر ايه بس وبتاع ايه؟ وانت هيبقى ذهب. لا ذهب ايه بس؟ طب هتشوف يا عبد هيقول. يلا يا اختي البنات. يا دعاء ما تفتحيش الباب لحد. حاضر يا ماما. اسمعوا الكلام. حاضر. يلا باي. اللون ده هيكون عليكي حلو قوي يا مدام صدقيني. هو عاجبني بس حاسه ان هو فاقع شويه. ولا ايه رايك يا سهير حلو؟ لو ما عملتيش الالوان المفرحه دي دلوقتي هتعمليها امتى لما تعجزي وتهكري؟ صدقيني ده احدث لون السنه دي. يا اختي يلا بقى. بطلي جبني. خلاص لو انتوا الاثنين شايفينه حلو هعمله. وان ما عجبكيش تعالي غيري. اغير ايه بس وانت فاكراني حاجه هنا تاني؟ انا مش هقدر اسيب البنات كتير كده. يا عليك يا زاد كده دايما شايله الهم طول عمرك. ما تيجي يا اختي بستلي كام ساعه. يلا اعمله بقى. يلا توكلنا على الله. اوعى تكسفني قدامك. عينيا يا مدام سهير. يلا خلاص توكلنا على الله. عارفه لو طلع فاقع. تيتا ازيك؟ ماما نزلت راحت الكوفير مع صحابها. ماشي سلام. أول مرة أدخل السينما من ساعة ما اتجوزت. يعني بقى لي 13 سنه ما دخلتش السينما. يا خبر يا زيد استحملك كل ده ازاي؟ انا وجدي كان بيفسحني ويخرجني ويديني سينما كل اسبوع. كان بقى مش حاجه بتبقى على حالها. نهار اسود كان ممكن يكون مجدي متجوز واحده عليا وبيبلبط معاها كده زي احمد زكي. جرى ايه بقى يا رحمك؟ ما تلاقي نفسك يا اختي. انا عملت لك حاجه. خلاص انت مش خلاص نقطه. عارفه يا سهير بقى بيسهر بره يوماتي. انا ما بقتش مطمنه له خالص. بيبات بره؟ لا خلاص يبقى لسه ما اتجوزش. بس في واحده تانية صح؟ طبعا ده اكيد. خليكي محضر خير يا سهير. يا ستي انا اقول الكلام اللي حاسه منها بقى. انا برضك حاسه كده. انا برضك حاسه كده. انت فاكره ايه يعني؟ لا مش معقول الزباله دي. بس انا مش حاسه. هقول لصادق. يا صادق ما هي طول ما هيلاقي اكل كده مش هتمشي ابدا. يا صادق. ايه يا اسطى؟ ايه؟ عايزين نشوف حل في الزباله وفي القطط دي. يا اسطى هاني مالهاش غير حل واحد عشان نخلص من القطط اللي ماليه العماره. قول لي يا سيدي الحل. نسمه؟ لا اله الا الله. انا عايز اخلص منهم بس مش لدرجه اسمهم. ما هو ده الحل الوحيد يا استهانم عشان ما يقعدوش ويولدوا ويكترونا في العماره. لا 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 يا صادق بص قول للسكان يجوا ان شاء الله يوم الجمعه بعد صلاه الجمعه نتقابل تحت العماره. ستر يا رب. انتوا لسه ما نمتوش يا بنات؟ انت ايه اللي جابك يا ماما؟ انت كنت فين لغايه دلوقتي يا زاد؟ انا رحت مع سميحه جارتي رحنا السينما وبعد كده رحت للكوافير ورجعت على طول ما اتاخرتش. وسايبه بناتك في السن ده لوحدهم؟ افرض الشقه ولعت بيهم ولا واحده بتولع البوتاجاز هب في وشها هتعمل ايه؟ ما انا منبهه عليهم ما يفتحوش ولا البوتاجاز ولا يعملوا اي حاجه يقعدوا كده قدام التلفزيون لغايه ما ارجع. وانت عشان جوزك سافر يعني هتلفي على حل شعرك وتدوري؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يا نهارك اسود. ايه لون الشعر اللي انت عاملاه ده؟ ده لون رقصات. ده انت ما عملتوش لجوزك تعمليه وهو غايب؟
بس الكوفير قال لي حلو قوي عليا، مش حلو برضو ولا ايه؟ جميل يا ماما، شكلك بقى زي ليلى. عجبهم اللون. لا يا ماما ده وحش جدا، الاول كان احلى بكتير. اه دي انت ما بتفهميش يا بنت، جوزك مسافر احترمي غيبته، راجع بعد نص الليل، الناس تقول عليكي ايه؟ ياخدوكي البنات بقهم. يا ماما انت محسساني ان انا عملت مصيبه. وانا عملت مصيبه؟ انا رحت السينما ورحت للكوفير ورجعت يعني على طول. انت شايفه ان انت عملتيه عادي؟ طب باتي بره احسن. ايه اللي جابش؟ ادخلي جوه انت وهي، ادخلي جوه. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ كنت تعالي الصبح. استغفر الله العظيم يا رب. انا اعرف ان واحده ست قاعده لوحدها وجوزها مسافر تحترم غيبته، مش جعلي نص الليل، ده بعد نص الليل كمان. هو انا اللي عملته؟ يجرى ايه دلوقتي لو حد اتصل بجوزك وقال له ان مراتك راجعه بعد نص الليل؟ يجي طربه الدنيا على نفوخك؟ ليه يعني؟ سني بك انت، مالك انت ومال سميحه؟ يا سميحه عندها عيل في سنك؟ هي سميحه في ظروفك؟ ايه سميحه سميحه؟ متربيه معاها من وانت في المدرسه دي ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انا قاعده هنا على راسك لغايه ما جوزك يجي. تنوري يا ماما تنوري. اوعي كده وسعي، يلا نوري. مش ماشيه. بقول لك تنوري. يلا اتغوري في 60 زي اصبح على خير. طفي التلفزيون وطفي النور. يا رب استغفر الله. لا عارفين قيمه البيت ولا قيمه العيال، وبعدين لما تتطلقوا تزعلوا. اقفلوا باب الحمام لما تخرجوا منه. وانا عايزه احشي رقبتها، جت كنيله. كذب اللي قال عليكم نسوان. طب والله اللون حلو، انا مش عارفه مش عاجبهم في ايه. رقصات ايه بتاعتك؟